هذا اليوم طبختنا تيس ودجاج عشان الناس اللي تبي تطبق، محشي مكرونة ومحشي بكشنة وشغل مرتب. طبعا التيس يا جماعة الخير هذا هو يجيك كامل، بس تشقه منين؟ تشقه من هنا بس عشان تحشي فيها المكونات وتخيطه. تتبيلة نبي نحط من الخلطة الغربي الحراق والعادي عشان يصير الطعم موزون، ونحط منها ملح وموية، صلى الله وبارك. تتبيلة اللي برا باقي هذا الشيء ما تبلناه، نحط شوي من البهارات ونتبله، الباقي كله مطبوخ جاهز. الحين نتبله من داخل، هذا التتبيلة من داخل ومن برا، وبعدين نحشيه. نبدأ الحشوة، طبعا تشكيلة، نحط شوي مكرونة، مكرونة شوف أنواع مسويناها بالبيت، نحط شوي كشنة، نحط شوي خضار، نحط بيضتين، تشكيلة كذا لين تروح الحشوة كلها ببطن التيس. خلطة الغربي طبعا انتم عارفين موجودة عند السيف جاليري او الثلاجة العالمية او حساب الانستغرام، بحط لكم رقمهم وانستغرامهم. كذا خيطناه بشي معلق او سلق قوي اللي تبغى، هنا تشرح شوي من اللحم القوي بس عشان تدخل التتبيلة فيه. باقي التتبيلات كثيرة ما اخذها بطن التيس، نتبل نحشي فيها الدجاج والباقي نحطه على الرز، صلى الله وبارك، صلى على محمد. ثبتناه كذا على شبك، فرشنا الجمر وحطيناه على الجمر، يا سلام. يلا عطونا القدر، الحين نحط القدر فوقه ونسكر عليه تسكير كامل، يا سلام. الحين ندفنه، طبعا الجمر هذا راح يعطينا حرارة، ونتركه وتشوفون بعد كم نطلعه، بحط لكم الساعة. يلا يلا بعد ساعتين بالضبط. الله 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 الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الآن تزيين، شوف الدجاج كيف، شوف هذا مع الاستواء، شوف كيف كيف الخرفشة، ليش كذا، شوف الخرفشة. نقول بسم الله يا ولد، أنا بفقع الدجاج وانت فقعه من داخل، هنشوف هنشوف. لا 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 مو صدق، ما شاء الله انا هذا ذبحني ذا، شوف هذا ذبحني ذا. تسمحوا لي اخذ كذا من هذا؟